أوضح محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن الأعمال مستمرة في إعادة إعمار سوق بيجي والدوائر الحكومية، آملاً أن تكون هذه بداية جيدة لإعمار وتطوير القضاء. ودعا المحافظ المنظمات الدولية إلى الإسهام بإعمار بيجي. موضوع تطوير السوق الرئيسي المركزي في البيجي، يعني العمل يعني مستمر بوتيره جيده، ايضا اعمال تاهيل الدوائر بالقضاء ايضا العمل جيد، وراح نستكمل البقيه. نتامل انه هذه تكون يعني بدايه جيده لقضاء بيجي، من خلالها ممكن انه نتطور ويكون بتوازي مع عمل المجاري. ان شاء الله احنا نقدر انه خلال هذا العمل ننطي فرد صوره بانه المنطقه امينه وجاهزه للعمل، وندعو من خلالها المنظمات الدوليه ومن يريد ان يساهم في اعمار بيجي لاعمار بيجي.